بدأ مسيرته الإبداعية في العراق ومنها إلى الأردن لتحط به الرحال أخيرا في لندن. الفنان التشكيلي عماد الطائي الذي فرضت أعماله المتميزة نفسها على المشهد التشكيلي العراقي حصد العديد من الجوائز حول العالم، رحلة مليئة بالإلهام نتابعها في تقرير زميلنا بشار طلال في شباك المهجر. الرسام والفنان التشكيلي عماد الطائي، عراقي من بغداد، مقيم في بريطانيا من 7 سنوات. أنا درست أكاديمية فنون جميلة فقط، خلصت إعدادية ودرست أكاديمية، وهيئتنا الأكاديمية نعيش الجو والمناخ العالمي للفن التشكيلي. بديت كفنان واقعي ورسام واقعي، نشوف إحنا بيئة شرقية. البيئة الشرقية عندنا حسية عالية، رومانسية عالية، من تريد تعكسها باللوحة الواقعية. لهذا الفنان يلقى نفسه يبحث عن كل مكامن الجمال بالمدرسة الواقعية. جربت البورتريت وجربت اللاندسكيب الطبيعة وجربت الحياة الواقعية كلها رسمتها. الفنان الناجح هو اللي يقدر يعكس هذه موسيقى الروح باللوحة نفسها. الموسيقى أنا حسب رأيي باللوحة هي العزف بالألوان والعزف بالفقرات. أنا جيت البريطانيين أنا لقيت عندهم هيريتج كبير جدا برسم الخيول. يمكن الشرق نقول شبعنا من رسم الخيل، بينما انا جيت لنا بريطانيا لقيت لا، الناس بعد اليوم تنتج فنانين جدد يرسمون خيل، يرسمون. انت تصدق لوسيان فرويد هذا الفنان العظيم اللي مدرسته خاصه ومستقله، اخر سنه من حياته راح قاعد يشتغل خيول. صارت فرصة معارض، عرضت أكثر من معرض مشترك ويا فنانين بريطانيين، أحد هاي المعارض كان معرض خيول. لكن اليوم أنت من تجي تعرض وياهم وتحقق إنجاز وتاخذ جائزة أفضل لوحة بالمعرض من بين يمكن 120 فنان، فهنا هذا خلاني أنا قدام مسؤولية إنه أدخل بالمجال أكثر، أقدر أقدم بشغل ممكن يتفوق أكثر. دخلت بهذا المجال اللي صار لي 3 سنوات تقريباً. حاليا اكو عوده كبيره بالعالم بالفن التشكيلي في اوروبا وفي كل العالم للمدرسه الواقعيه، لكن المدرسه تجاوزت المدرسه الواقعيه التقليديه، بداوا الفنانين يشتغلون على الهايبر رياليزم، وبدا تحدي حتى للفوتوغراف وغيره. هذا الناشونال جاليري يعرض اعمال بورت، الناشونال بورت جاليري يعرض اعمال تفوق الفوتوغراف. أنا بما أنه أشتغل واقعية وعندي يعني إمكانية أحسها جيدة بالواقعية، أريد أمزج بينها وبين المودرن اللي اشتغلته. أكو شغل دا أشتغل بيه جديد هسن، بس بعد ما مهيئة، بعد ما مكتمل. أكو إن شاء الله معرض خلال فترة قريبة إن شاء الله. اللون دائما هو يعكس اللي تشعر به انت. اكو ناس بالخط، انا من الناس اللي يمثلني اللون، ولهذا تشوف اللون هو يعكس ما بداخلي موجود.